السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى نشرة الرياضة التي تأتيكم مباشرة عبر قنوات التلفزيون الجزائري. والمستهل بالمنافسة القارية، حيث يستقبل بعد ساعتين من الآن اتحاد الجزائر نظيره الفتح الرباطي المغربي بملعب ميلود هدفي بوهران لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكاف. هذا وقد تعادل اتحاد الجزائر إيجابا في مباراة الذهاب التي انتهت بهدف لهدف. لمزيد من المعطيات معنا مباشرة من ملعب ميلود هدفي بوهران الزميل أمين بقدوري. مساء الخير أمين، كيف هي الأجواء الجماهيرية وخاصة كيف هي حالة لاعبي الاتحاد وعبد الحق بن شيخة في آخر حصة تحضيرية ركز على الجانب النفسي؟ مساء الأنوار أنيس لك ولكل مشاهدينا الأكارم. يتجدد الموعد هنا بوهران مع اتحاد الجزائر والمشاركة القارية منذ آخر مواجهة في المشاركات القارية اتحاد الجزائر هنا بوهران التي كانت في 2003 أمام نادي وليدان الغامبي والتي انتهت بفوز اتحاد 2-0. ها هو اليوم بعد ساعتين من الآن سيستضيف فريق الفتح الرباطي في الدورة 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية. عبد الحق بن شيخة ركز على الجانب النفسي، ركز أيضا على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خاصة في مباراة نادي بارادو من خلال حصص فيديو. آخر حصة تدريبية وأيضا ليلة الأمس كانت الأجواء جد رائعة بمقر إقامة الفريق، الكل واعي بالمسؤولية، الكل مركز على اللقاء في افتتاح رحلة الدفاع عن اللقب، خاصة أن الاتحاد كسب الكثير من الخبرة الإفريقية وصارت له ثقة وشخصيته في المنافسات القارية بعد التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية وحتى كأس السوبر الإفريقي. الأبواب تفتح للتو هنا بملعب ميلود هدفي أمام أنصار اتحاد الجزائر للدخول إلى المدرجات ومشاهدة هذا اللقاء المرتقب المتوقع أن يكون في اتحاد الجزائر في الموعد كي يفتك تأشيرة التأهل إلى الدور القادم إن شاء الله. أنيس شكرا لك أمين على كل هذه التفاصيل، بالتوفيق لك والاتحاد الجزائر. المباراة ستكون منقولة عبر القناة الأرضية للتلفزيون الجزائري بداية من الساعة 8:00. نبقى دائما مع المنافسة القارية، وفي رابطة أبطال إفريقيا يستقبل غدا ممثل الجزائر شباب الوزداد نادي بورينجرز أستراليوني ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات بملعب ميلود هدفي بوهران. رفقاء خير الدين بوصوف كانوا قد عادوا بفوز كبير في مباراة الذهاب بعد التغلب على ممثل الكرة السيراليونية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. هذا وقد أجرى الفريق حصة تدريبية بالمركب الأولمبي ميلود هدفي. وفي الندوة الصحفية التي تسبق هذه المباراة قال مدرب شباب فاندر بروك أنه سيجري بعض التعديلات على تشكيلته مقارنة بمباراة الذهاب، مؤكدا غياب عدلان قديورة ومختار بالخيثر عن هذه المواجهة. من جهته قال متوسط الميدان عبد الرؤوف بن غيت أن الفريق سيلعب بكل إمكانياته من أجل الفوز، مؤكدا أن نسق البطولة يختلف تماما عن المنافسة القارية. هناك لاعبان فقط لا يمكنهما المشاركة في هذه المباراة، عدلان قديورة الذي لم يؤهل بعد، إضافة إلى مختار بالخيتر المعاقب. الهدف يبقى التأهل وتشريف الكرة الجزائرية. سنلعب من أجل الفوز مجددا على بورينجرز رغم أننا فعلنا ذلك على ميدانه في مباراة الذهاب. سندخل المواجهة بكثير من الطموح من أجل الانتصار وربما ببعض التعديلات على تشكيلة الفريق مقارنة بمباراة البطولة الوطنية، لذلك الهدف لم يتغير. الريتم تاع الشامبيونز ليغ والشامبيونا واحد يقول لا فيريتي ماشي كيف كيف، سواء تلعب مع مقرا ولا تلعب مع ايكيب اخرى ماشي ميم الريتم تاع الشامبيونز ليغ. دونك حنايا كيما لعبنا مع الرونجرز لعبنا بريتم شويه طالع، مي الشامبيونات توجور ماكش راح تلقى دي زيكيب كيما في الشامبيونز ليغ باسكو كامل راح سيرتو هذا العام ولا العام اللي فات شفنا باللي سير بي لاو يجي هو يقعد معاهم ديفونس ويلعب بتاتر لي كونتر اتاك. دونك هذا العام راح نستناو اكثر واكثر باش نكونوا واجدين لهادشي.
إلى أخبار البطولة المحترفة، حيث أعلنت قبل قليل إدارة شبيبة القبائل فسخ عقد مدربها يوسف بوزيدي بعد الهزيمة التي مني بها الشبيبة أمام اتحاد خنشلة. وأكدت إدارة الشبيبة أن فسخ العقد كان بالتراضي بين الطرفين. نبقى دائما مع أخبار البطولة المحترفة، حيث استكملت أمس مباريات الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة، وتمكن مولودية الجزائر من العودة إلى سكة الانتصارات بفوزها على الضيف مولودية البيض بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب عمر بن رباح بالدار البيضاء. هدف اللقاء سجلهما كل من يوسف داو ويوسف بليلي، فوز إذن سمح للمولودية من الارتقاء إلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط كاملة. من جهتها حققت جمعية شلف النقاط 3 بعد الفوز على الضيف شباب قسنطينة بهدف نظيف، هدف المباراة الوحيد وقعه المهاجم الطوغولي إفرا أوغبانيو بطريقة جميلة، وهو ما سمح للشلفاوة بالحفاظ على مركزهم الأول رافعين رصيدهم إلى 7 نقاط كاملة. في خبر آخر ودائما مع مباريات البطولة المحترفة، شبيبة الصورة هي الأخرى تخطت عقبة الوفد الجديد نجم بن عكنون بهدف رائع من توقيع المهاجم هشام خلف الله في آخر اللحظات. نتابع التفاصيل في سياق تقرير أبو بكر جعطوط. شبيبة الصورة في ثالث الجولات استقبلت نجم بن عكنون بنية تأكيد ومواصلة نتائجها الإيجابية. هو النجم المتنقل لبشار من أجل العودة بنتيجة إيجابية من خارج الديار. مباراة عرفت المبادرة في الهجوم من جانب الصورة التي خلق لاعبها بعض الفرص وحاولوا التوغل من كل الجهات، لكن نقص الفعالية فوت عديد الأهداف على رفقاء بوشيبة من جهة ويقظة الحارس بوسدر من الجهة المقابلة. أخطر فرصة من جانب الزوار في المرحلة الأولى مخالفة مكلوش القائم الأيمن يحرم النجم من خطف الأسبقية لينتهي الشوط الأول دون جديد. شوط ثاني سار في اتجاه واحد وشهد سيطرة كلية للصورة التي تفنن لاعبها في إهدار الفرص. عمران في الدقيقة 51 برأسه يسجل هدفا أبيض رفضه الحكم لداعي التسلل. ضغط الشبيبة تواصل وتواصلت معه الفرص الضائعة. مخالفة الخطير خلف الله والعارضة تصد وتنوب عن دفاع الزوار. بوشيبة هو الآخر حاول في الدقيقة 65 عن طريق التسديد والحارس بوسدر ببرع ينقذ مرماه على مرتين. في 10 دقائق الأخيرة شهدت إشهار الحكم عوينة لبطاقة حمراء في وجه لاعب النجم داود. رغبة أشبال حجار في الفوز كانت أكبر. في الوقت القاتل للمباراة المهاجم خلف الله يستغل كرة مرتدة بمقصية رائعة يبسم على واحد من أجمل أهداف البطولة، هدف حافظ على مكانة شبيبة الصورة في الصدارة. We'll be right back.
دائما مع أخبار الكرة المحلية، وفي القسم الثاني هواة حقق شباب باتنا فوزا بثلاثية كاملة على مضيفه أولمبي أقبو في المباراة التي احتضنها ملعب باتنا، وتداول على تسجيل الأهداف كل من جزاير كركود ويسعد ليحقق الكاب انطلاقة مثالية في الجولة الأولى. نبقى دائما مع مباريات الجولة الأولى من القسم الثاني هواة. مباراة أخرى انتهت بالتعادل السلبي بين المستضيف اتحاد ورقلة ومولودية باتنا، مقابلة عرفت تضييع العديد من الفرص من أصحاب الأرض أمام صلابة دفاع الموب الذي عاد بنقطة ثمينة من خارج الديار. كانت شوط الفرص الضائعة من جهته عاد ترجي مستغانم بالزاد كاملا بعد فوزه على مستقبل وادسلي بثلاثية نظيفة، فوز إذا حقق به ترجي مستغانم انطلاقة مثالية، والأهداف تداول على تسجيلها كل من بوقطايا دعيبش وشلابي، مباراة إذا احتضنها ملعب محمد بومزراق بولاية شلف. كانت هذه صور مباراة مولودية العلمة وجمعية عين ميلا والتي انتهت بالتعادل السلبي. نعود إذن لمباراة ترجي مستغانم الذي قلنا عاد بالزاد كاملا بالفوز بثلاثية نظيفة في خرجته إلى ولاية شلف حينما استقبل مستقبل واتسلي. دعيبش قلنا سجل الهدف الأول لترجي مستغانم، وبهذا يحقق الترجي انطلاقة مثالية، وهو الذي ضيع ورقة الصعود في الموسم الماضي. نبقى دائما مع مباراية القسم الثاني هواة. رائد القبة استهل مشواره بتعادل أمام شباب المشرية بنتيجة هدف لهدف في المباراة التي احتضنها ملعب عمر بن حداد بالقبة. أشبال المدرب رضا بندريس كانوا متخلفين في النتيجة بعدما سجل الزوار في الشوط الأول عن طريق معطيلة ليعدل الرائد الكفة في المرحلة الثانية عبر المدافع حماني. من جهته نجح فريق أولمبي المدية في الإبقاء على النقاط الثلاث بملعبه إمام الياس حينما استقبل نجم القليعة وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب بوشارب في آخر أنفاس اللقاء مهديا فوزا ثمينا لأولمبي المدية. في مباراة أخرى احتضنها ملعب الحبيب بوعقل بوهران، تمكن فريق جمعية وهران من الفوز على ضيفه أمل الأربعاء بأربعة أهداف كاملة، تداول عليها كل من بالغ وصنابي في الشوط الأول ليضاعف مرابط وأزماني النتيجة في المرحلة الثانية. المباراة عرفت تضييع ضربة جزاء لأمل الأربعاء عن طريق اللاعب بوباكور في الشوط الثاني. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نختم نشرتنا الرياضية. ابقوا أوفياء لبرامج التلفزيون الجزائري. السلام عليكم.